يا هلا والله وغلا مرحبا، يا هلا والله بالطش والرش والبيض المفقش على كل مستمعين اذاعه الف الف اف ام، خاصه برنامج عصريات. هي زميلنا احمد الحاسكي من خلف الكنترول، راح فيك ابو حميد. هلا هلا والله. طيب اليوم راح يكون حلقه جديده من برنامج عصريات. الساعه الاولى راح تكون ساعه الخلطات الطبيعيه وعلاج جميع الامراض بالاعشاب. الساعة الثانية راح نطرح فيها موضوع، الساعة الثالثة اللي حاب يتكهرب معنا ويشارك في فريق الشباب أو اللي حابة تشارك في مسابقة كهربها في فريق البنات. طيب اللي حاب يتواصل معنا في الساعة الأولى في ساعة الخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب، معي أنا أخوكم وليد الخضير، تكتب اسمك واسم الشيء اللي تبيه من خلال الخلطة الطبيعية أو علاج لأي مرض من الأمراض على STC 84 7700 STC 84 7700. موبايل 640 660، موبايلي مرة ثانية 640 660، زين 7462 62. طيب سعدية نذير، بالنسبة للألم اللي تحت الأظافر يعني لازم تعرفين إيش يعني. احيانا يكون في تحت الاظافر زي الجلد الزايد او زي كذا، يكون في الم تحسين فيها في الالم. اذا كان في جلد زايد او شيء احمرار او شيء، هذا اعرف انه نقص فيتامينات يعني عندك، هذا اعرف انه نقص فيتامينات عندك. لازم تاكلين فواكه كثير، لازم تاكلين اوراق الخضرة، الجرجير، الخس، البقدونس، الاشياء هذه. ايضا لازم تاخذين برضو مجموعه من الفيتامينات موجوده في الصيدليه، هذه تعوضك على جميع الفيتامينات الناقصه عندك. طيب نروح اللي بعدها. السلام عليكم، ممكن وصفة التخلص من أثار الحبوب؟ سارة، لازم تحددين نوع بشرتك، لازم تحددين نوع بشرتك. عبادي، وش رايك بالتخفيف؟ فطور 2 بيضة مسلوق، و مو كامل رسالتك أخوي والله، بس مكتوب 2 بيض مسلوق يعني فقط. أبغى خطر التخفيف وإخفاء سواد الرقبة والإبطين، أنا استخدمت كريمات طيب شوف، بالنسبة للإبط يعني تجيب الليمون وتدعك في المكان اللي فيه الإبط، بعد كذا تجيب الشبة تاخذها من العطارية وتدهن المكان اللي دعكت فيه الليمون وتخليه ينشف، بعد كذا تغسله. هذا بالنسبة للإبط. بالنسبة للرقبة تخلط، تجيب العلبة حقت موية الورد، يكون 3/4 موية ورد، والربع الأخير يكون فيها تخلط معها عصير ليمون، تخلط معها عصير ليمون طبعا طبيعي، وتخليها في العلبة زجاجية وتخضها يعني بين فترة وفترة، تبدأ تستخدمها، تاخذ قطنة وتبللها بالخليط هذا وتدعك فيها الرقبة يوميا، تمسح فيها 3 مرات أو مرتين الرقبة يوميا. هذا بيشيل لك مع الاستمرار، راح يشيل لك السواد الموجود في الرقبة وراح يشيل لك ويعطيك تفتيح أيضا للرقبة. بس أنت لا تحاول تتعرض للشمس كثير، لا تحاول تتعرض للشمس كثير، لا تحاول تحط عطورات أو دهن عود أو أشياء هذه على الرقبة لأنها تسبب سواد. جلد الرقبة هذا حساس جدا، ففي ناس يحطك دهن عود، في ناس يحطك هذا، فهذا يسبب سواد في الرقبة. فأنت لا تحاول تقرب العطورات على الرقبة أو شيء، وبس ولا تحاول تتعرض للشمس، وامسح بموية الورد 3/4 العلبة تكون موية ورد، العلبة الزجاجية، والربع الأخير ضيفة عصير ليمون.
اللي اسمها ياقة ذي ما ادري ايش اسمها هذه ما ادري ما ادري ايش طالبه انت والله بكل امانه مو واضحه رسالتك اختي ايه. موفق الغامدي علاج القشره موفق قلنا القشره يا في يا منك تجيب الشامبو حق الاطفال البيبي جونس حق الاطفال هو افضل شامبو يعني على اساس انه ما يحتوي على مواد كيماويه ولا يحتوي على عطورات والاشياء هذه وانت حاطه بيدك تعصر شوي ليمون وتخلطه مع الشامبو وتغسل فيه شعرك هذا مع التكرار الليمون من افضل الاشياء اللي يخلص الشعر من القشره ايضا لا تتعرض للشمس الشمس برضو الحاره تسبب القشره عدم التروش كثير بالنسبه للي شعره دهني واللي زيت وزي كذا هذا برضو يساعد في ظهور القشره عندك ايضا المويه الحاره تسبب ظهور القشره في ايضا الاستشوارات الحاره كل هذه تسبب قشره فانت ابعد على الاشياء هذه واخلط الليمون مع الشامبو واغسل فيه شعرك مرتين وكرر العمليه هذه بعد عند كل تروش او انك تجيب الخل الابيض مش خل التفاح الخل الابيض تحطه في فنجان وتاخذ قطنه وتنقط على الاماكن اللي فيها فروه اللي في فروه الراس اللي فيها القشره بعدين باطراف اصابعك لمده دقيقه واحده بس بعد كذا تخليها ثلاث دقائق وتدخل تتروش راح تلاقي القشره نفسها صارت بنيه تشرب ذا مع كذا مع الاستمرار راح تتخلص من القشره طيب نروح اللي بعد ابو حميد عاني من القولون انتفاخ في البطن وجود غازات شوف عشان تتخلص من الانتفاخ اللي موجود في القولون والاشياء هذه تاخذ ملعقه من القيسوم او ريحان الارض يعني ملعقه من القيسوم او ريحان الارض على كاس مويه مغليه وتخليها طبعا يعني تجهز كاس مويه مغليه وبعدين تحط ملعقه من القيسوم او ريحان الارض تحط ملعقه طبعا حقت الطعام هذه تاخذ من الخلطه هذه وتحط ملعقه تخليها في المويه 7 دقائق 8 دقائق بعدين كذا بعد كذا تشرب المستخلص الماء يعني تشرب المويه حقتها يعني وهذا يخلصك من انتفاخات موجودة في القولون واللي في البطن واشياء كثيره بالنسبه لنفس الطريقه هذه الخلط حقت القيسوم او ريحان الارض مع ملعقه منها مع كاس مويه ممكن تاخذها حقت النقاط هذه تاخذ منها 4 نقاط وتعطيها الاطفال هذه يعتبر فاتح شهيه للاطفال اللي يعانون من النحف الاطفال تاخذ من الخلطه هذه اللي حطيتها في المويه تخليها 7 دقائق او 10 دقائق بعدين تاخذ هذه حقت القطره وتسحب 4 نقاط وتعطيها الطفل بفمه طبعا هذا يعتبر فاتح شهيه مش من اول مره يعني بس يعتبر فاتح شهيه للاطفال سامي قلناها افضل شيء اللي تخلصك من النيكوتين وتخلصك من الاشياء وتكره رائحه التدخين انك تجيب قدر في حليب وتخليه يغلي على النار لين يوصل درجه الغليان وقدر ثاني في مويه وتخليه يغلي على النار لين درجة الغليان وتكون مجهز قدر ثالث فاضي بعد ما القدرين ذولي يوصلن لدرجة الغليان طفي عليهم وتصبهم في القدر الثالث العملية هذه تكررها لمدة 10 أيام متواصلة تستنشق البخار اللي يطلع من القدر الثالث اللي هو الخليط ما بين الحليب والخليط ما بين الموية تستنشق لمدة 10 دقائق يعني تستمر عليها 10 أيام المدة 10 دقائق ويوميا هذا بإذن الله بعد 10 دقائق بعد العشر أيام راح ينظف لك الرئتين اللي عندك من النيكوتين ومن السموم اللي فيها وبإذن الله راح تكره راحة التدخين إن شاء الله يعني. طيب الشاهد ممكن بس إذا وصفة الطول لازم عمرك لازم تعطيني عمرك. عموما STC 84770 موبايل 640-660 زين 74-6262 طيب خديجة عمر أبي وصفة الطول لدي عمره ولدي عمره 12 سنة أوكي شوفي تجيبين تسلقين 7 بيضات تسلقينهم بعد ما يستوون تاخذين القشر حقهم قشر 7 بيضات وتطحنينه زين بحيث أنه يكون ناعم لا إذا أكله ما يحس بشيء تطحنين 7 قشر 7 بيضات مسلوقة بعد ما تسلقينهم تطحنينهم بعد كذا تجيبين ايضا 150 جرام من الجوز من الجوز اللي هو حق المكسرات في ناس مرة يقول لي جوز الطيب لا الجوز بس هذا حق المكسرات
تاخذين 150 جرام من الجوز المطحون، تخلطين المطحون القشر 7 قشر بيضات مسلوقه مع ال 150 جرام من الجوز مع بعض، بعدين تضيفين لهم كيلو من العسل. افضل شيء انك تجيبين طبعا العسل النحل الصافي اللي هو الجبلي احسن شيء، تخلطينهم مع بعض وتحطينهم في علبة، ويبدأ يأخذ منهم 3 ملاعق يوميا، يبدأ يأخذ منهم 3 ملاعق يوميا. هذه من الأشياء اللي تطول. بس نصيحة في يعني صغار أقل من 18 سنة، نصيحة اللي في أطفال أو أقل من 18 سنة هذول يلعبون حديد، نصيحة مني إذا أنت أقل من 18 أو 17 تلعب حديد معناه طولك راح يختفي يعني. فاصل وبعدها نكمل. يا هلا والله والله مرحبا، رجعناكم مرة ثانية مكملين ساعتنا الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. الحال تواصل معنا، تكتب اسمك في البداية، بعد كذا ترسل على STC 84 7700، موبايل 640 660، زين 74 6262. أرجع بس أقول إنه اللي أقل من 18 سنة، في أطفال أقل من 18 سنة يعني 16 15، ذولي ما ينفع انه يلعب حديد، نصيحه مني راح يوقف الطول حقه يعني، نصيحه يعني لا تسوي نفسك يعني اوكي استانس بشبابك وزي كذا بعدين يعني 18 19 20 ساعتها ادخل يعني. هذه بس مجرد نصيحه يعني. طيب روح اللي بعده، شهد أبي وصفة لتنعيم الشعر الجاف. طيب اسمع، تجيبين زيت الذرة، زيت الذرة الدافي، تجيبينه والدلكين في فروة راسك يكون دافي يعني ما بين الحار والبارد دافي، الدلكين في فروة راسك لمدة 10 دقائق. بعد ال10 دقائق هذه تلفين شعرك بمنشفة مبللة، مبللة برضو بالموية الدافية لمدة 10 دقائق. بعد كده تغسلين شعرك برغوة الصابون مع زيت الزيتون، برغوة الصابون مع زيت الزيتون، هذا ينعم لك الشعر الخشن والشعر المجعد. هذه الوصفة. شوف يا نايف، يعني يعتبر ممكن الحلبة إذا هي تستحمل الحلبة، إذا هي تستحمل الحلبة نايف العتيبي، إذا هي تستحمل الحلبة أعطيها أعطيها، ممكن إن شاء الله يعني يقفل الفتحة، ممكن إذا تستحمل الحلبة خليها تشربها بالديد أو زي كذا ممكن يجيب لها نتيجة، ترى نتيجة إذا ما جاب لها نتيجة ما لها إلا الحل هذا بس، لكن أنا أتوقع الحلبة من أفضل الأشياء اللي تسكر الفتحة هذه. روح للبعدها بدور، تقول عمري 12 سنة و... طيب بدور، بالنسبة للشخير طبعا تاخذين فصوص الثوم قبل النوم، هذه تاكلينها، هذه تجفف من مشاكل، تخفف من مشاكل طبعا القنوات التنفسية. المهم انك تاخذين الثوم، هذا يعالج حتى حساسية الأنف واحتقان الحلق وجدا رائع. هذا تاخذينه قبل النوم، تاخذين فصوص تكينا قبل النوم، عاد انت والريح الله اعلم عاد، بس انه هذا يعالج الشخير يعني. ايضا عندك العرقسوس جدا رائع، بعد تشربينه كمشروب عشبي يعني، تاخذين ملعقه مع العرقسوس تخلينه في كاس مويه مغليه بعد 10 دقائق تشربينه، هذا برضه
مع الاستمرار يعالج الشخير. طيب ابو راشد عندك الكمون، اشرب كمون، اشرب بابونج، اشرب ينسون، هذه كلها تنظف لك البطن وتشيل لك الغازات اللي موجوده في البطن. كمون، مغلي الكمون، مغلي البابونج، مغلي اليانسون، كل هذه، مغلي الشمر، كل هذه تنظف لك البطن. يا منصور تعاني من صلع اعلى الراس مع انه صلع وراثي، لا زيت الحشيش ولا زيت البطيخ بينفعك، واخذها مني نصيحه، لا زيت الحشيش ولا زيت البطيخ بينفعك، ما راح ينفعك الا انك تاخذ اذا في وقت ما مو مصلع لك 5 سنوات وبدت الصلعه خلاص، تروح تاخذ ابر كورس من ابر الميزوثيرابي، هذه الوحيده اللي تاخر لك الصلع الوراثي وتعيد منابت الشعر، وتاخذ بخاخ من الصيدليه يحتوي على ماده الميكسوديل، الرجال 5% والمرأة 2%، 10 بخات في النهار و10 بخات في الليل تستمر عليه طول عمرك. أما زيت الحشيش وزيت هذه الأشياء هذه ما ينفع مع الصلع الوراثي. الشيء اللي ينفع الوحيد مع الصلع الوراثي بعد الله سبحانه وتعالى الكورس حق إبر الميزوثيرابي، تأخذه من عيادات الجلدية الخاصة، واللي هو البخاخ يحتوي على مادة الميكسوديل. بخلود كيف افضل مزيل شعر على الاطلاق؟ يعني كيف بتشيل شعرك نهائي؟ يعني ما ادري اذا بتشيل شعرك نهائي علمني. طيب بالنسبه يا ميسي او ما ادري ايش كاتبه، عموما بس زيت ال جوز الهند الطبيعي وزيت ال زيت السمسم، زيت جوز الهند الطبيعي وزيت السمسم تخلطينهم مع بعض بكمية متساوية على حسب شعرك، تخلطينهم وتحطينهم على فروة الرأس بعدين على شعرك مرتين في الأسبوع، هذا يعالج لك كل مشاكل الشعر من تقصف، ينعم، يكثف، يطول، يشيل القشرة، كل هذا في المجموع الزيتين ذولي فقط. رغد لازم تقولي لي سبب تساقط الشعر عندك، لازم عشان أعطيك. يعني اللي كاتب خلطة الدوالي هذه اكتب اسمك. يا أحمد سيد الغامدي فوائد كثيرة الشاهي الأخضر، يعني فوائد كثيرة، يعني من أهمها الشاي الأخضر، قصدك الصيني يعني ولا؟ من أهمها الشاي الأخضر الصيني، يحرق الدهون، يساعد في حرق الدهون، يرخي الجسم، يعطيك أشياء جدا رائعة، يعني يساعد في الهضم، يساعد في الهضم، فيه لها فوائد كثيرة يا أخوي، مو بس يعني فائدة واحدة. بالنسبة اللي يقول كيس عندي كيس دهني بالظهر اكتب اسمك. شوف يا ناصر، أول ما تتروش وانت في الحمام تكرمون، يعني لا خلصت متروش جيب اللفت، اللفت الأحمر هذا، وعصره وعصيره، ادعك فيه المكان اللي فيه الأبط، المكان حق الأبط هذا اللي يطلع منه العرق، كرر العملية هذه عند كل تروش، هذا راح يخفف لك وراح يأخر لك ظهور العرق. ماني فاهم شيء يا أم ياسر، قصدك أكليل الجبل ورق الريحان، هذه ما لها دخل، اشتخل وراثة، هذا اللي عندهم شيب في الشعر، عندهم شيب في الشعر اللي يطلع لهم بسبب العمر، شيء طبيعي شيب في الشعر، هذه يستخدمونها، أما اللي عنده خوف واللي عنده ما أدري شيء هذه ما تنفع معاه. محمد سواد تحت وين؟ مو باين كلامك يا محمد، اللي رقم آخر 3 و2 1 ذا.
نواف قلنا علاج السقط الوراثي ما في غيره، إبر الميزوثيرابي كورس وتأخذ البخاخ اللي يحتوي على مادة المكسوديل، هذا الشيئين غير كذا صدقني والله لو يطلعون السماء. إلى الآن إلى الآن ما في ما في علاج سووه إلا هذا فقط يعني. عبد الله من الرياض، البواسير إذا عندك التهاب أو تنزل دم أو شيء جيب زيت اسمه زيت اللافندر، تأخذ طبقة بإصبعك من زيت اللافندر وتدهم بالشويش بدون ضغط ولا احتكاك بالمكان المصاب بالبواسير، وتكرر العملية هذه يوميا بإذن الله مرة واحدة باليوم إن شاء الله راح تلاقي نتيجة. عمرك 28 وموقف النمو عندك من بدري يا أخوي. محمد منطقة أو تنحف منطقة الصدر يا محمد، لازم تلعب تمارين خاصة في الصدر، لازم تلعب تمارين خاصة بالصدر. السباحة تسبح بالبحر أو بالمسبح أو ذا جدا رائع، هذا تشد لك الجسم كله. هشام بالنسبة لزيادة الحيوات المنوية تجيب البصل الأبيض تعصره وتخلط مع ملعقة من العسل وتشربه يوميا، هذا يزود لك الحيوانات المنوية. نطلع فاصل نسمع عبد المجيد عبد الله ونرجع نكمل بعدين. رجعنا لكم مره ثانيه ومكملين ساعتنا الاولى والخاصه بالخضروات الطبيعيه وعلاج جميع الامراض بالاعشاب على STC 84 7700 موبايل 640 660 زين 7462 62. اكتب اسمك في البدايه. طيب نرجع نكمل رسائلكم. معتز العمري يقول السلام عليكم، انا سالت قبل كم يوم عن حبوب الليبو 6 بلاك، طيب ايش فيها يعني الليبو 6 بلاك؟ هذه من هذه اقوى نوع من انواع الليبو 6. طبعا في نوع للرجال وفي ثلاث انواع للرجال وثلاث انواع للنساء. الليبو 6 البلاك هذا اعلى او اقوى شيء، فنصيحه اذا انت اول مره تاخذه يعني حرام تبدا بالليبو 6 البلاك. اذا انت اول مره تستخدم الليبو 6 يعني حرام انك تبدا في القوي، ابدا في الخفيف مره بعدين الوسط بعد كذا تبدا بالقوي. لكن نصيحه اذا انت اول مره تستخدمه لا تبدا في البلاك، حرام حرام تبدا قوي عليك مره يعني. طبعا الليبو 6 نصيحه اذا انت عندك ضغط ما ينفع تستخدمه، اذا عندك سكر ما ينفع تستخدمه، اذا عندك اضطرابات في الغدد ما ينفع تستخدمه، كل هذه تمنعك انك تستخدمه. لا تاخذه وانت ما تتمرن، لازم تتمرن لازم تمشي ولا لا تاخذه. تاخذ الصباح مره وقبل التمرين ب 45 دقيقه مره مرتين في اليوم. بس نصيحه مني اكرر واقول اذا انت اول مره تستخدمه الليبو 6 البلاك استخدم الخفيف اول مره، ولا تشرب معاه قهوة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، فما يصلح تشرب معاه قهوة. إذا أنت تأخذه لا تشرب قهوة. تسع سنوات كثير يا أبو تركي، عمرك 35 تسع سنوات كثير، بس أنت روح جرب العيادة الجلدية وروح قل لهم أبغى أخذ كورس يعني. بس أنه اللي أنا أعرف وعلى حسب معلوماتي أنه خمس سنوات لا خلاص، أكثر من خمس سنوات لا، أكثر من خمس سنوات لك مصلع وأنت تقول تسع سنوات. الدوسري شوف خذ القصد الهندي، تأخذ ملعقة من القصد الهندي تحطها في كاس موية حارة مغلية يعني وتخليها 10 دقائق بعدين تشربها يوميا. بالنسبة لتطويل رموش العين قلنا تجيب المسكرة وتكون نظيفة مغسولة ونظيفة ما فيها شيء، وحتى الفرشة مغسولة وتعبيها زيت خروع. هذه عند الحريم انت كاتب، اوكي عند الحريم ولا عند رجاك اللي واحد. قبل ما تنام تحط كأنهم يحطون المسكرة قبل ما تنام، بس تحط هذه المسكرة اللي فيها زيت الخروع تحطها على رموشك يوميا بالليل قبل ما تنام، تنام وتصحى تغسل. من خامس يوم راح تلاحظ تكثيف راح تلاحظ تطويل وتستمر عليها لين ما توصل للدرجة اللي تناسبك بعدين وقف خلاص. محمد الرملاوي قلنا خلطة التدخين، جيب قدر فيه موية حارة موية تخليها تغلي على النار درجة الغليان يعني، وقدر ثاني فيه حليب ويغلي على النار درجة الغليان،
تكون مجهز قدر ثالث، تطفي عليه القدرين ذولي وتصبهم في القدر الثالث، تستنشق البخار اللي يطلع لمدة 10 دقائق، تستمر العملية هذه 10 أيام متواصلة. عبد العزيز، شوف الكيس الدهني اللي بالظهر، سواء بالظهر سواء بالجفن سواء بالرجلين في أي مكان، تجيب الحسن، نبات اسمه نبات الحسن لونه طوبي، هذا معروف أكثر شيء عند العطارين الحضارمة وزي كذا، تأخذ ترى يعني حبة صغيرة منه، ما يحتاج تأخذ شيء كثير، وتدق بالهاوند أو بيد النجر وزي كذا لغاية ما يتكسر معك. بعد ما يتكسر معك تعبيه بعلبة زجاجية، وتبدأ وقت ما استخدام تأخذ بطرف إصبعك من الحسن هذا وتبللها في الموية وتدعك المكان اللي فيه كيس دهني. من أول أسبوع ثاني أسبوع كذا راح تبدأ تلاحظ إنه يصغر 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 لما إن شاء الله يختفي تماما. أحمد اليامي، تجيب حشيشة السعال، بالنسبة لخلطة الدوالي تجيب حشيشة السعال، إذا كانت طازجة تربطها على المكان المصاب مباشرة، إذا كانت مجففة تربطها تبللها بالموية وبعدين تربطها على المكان المصاب مباشرة. سارة الحربي، بالنسبة لبياض الركب لازم أول شيء تسوين تقشير، يعني لازم بالليفة تقشير وزي كذا، بعدين تدعكينها بالليمون، تدعكينها بالليمون وتدهنين عليها بالجلسرين، الليمون والجلسرين، بعد ما تخلصين تدعين بالجلسرين، تكررين العملية هذه لغاية ما تخلصين من التقشف اللي موجود في الركب ويروح السواد اللي فيها، بعدين تصير حمراء، بعدين شوي 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 تبدأ ترجع للونها الطبيعي. يعني فهد، بتشيل الدهون اللي موجودة على الثدر، الرجل قلت لك يا بالسباحة يا بالتمارين الخاصة بالصدر، يا بالسباحة يا بالتمارين الخاصة بالصدر، هذه كذا تتخلص من الدهون اللي موجودة على الثدي. أمل، بالنسبة لخلطة إزالة أثار الحبوب من الوجه البشرة الدهنية، قل شوفي يا أمل، جيبين في كريم بالنسبة لأثار، في كريم اسمه ريتين اي، الكريم هذا ريتيني هذا موجود في الصيدلية، تاخذينه وتستخدمينه مقشر مدة يومين بس، لا تتعرضين على الشمس، لا تتعرضين للشمس، مقشر ترى بيسبب لك احمرار، بيوخر لك كل الجلد هذا الميت اللي فيه الاثار والحبوب هذه، بيوخرها كلها خلال يومين، تستخدمينه كدهان بيقشر لك البشرة. بعد اليومين تستخدمين الجلسوليد، مش الجلسرين لا، الجلسوليد تستخدمينه كدهان على اساس انه يرطب لك البشره بعد اليومين، بعد ما يتم التقشير بعد يومين تستخدمين الجلسوليد، هذا ترجع بشرتك صافيه كأنه بشره طفل. ما أدري من اللي قايل لك يا معتز ابدأ بالبلاك، ولا أدري كيف أنت الطريقة تستخدمها، ومن قالك تأخذ 4 حبات مرتين في الصباح، وما أدري والله لازم، ما أدري يا معتز، وهذه أول مرة تستخدمها ولا لا؟ إذا كان أول مرة اللي قايل لك غلطان غلطان غلطان، إنه يقول لك ابدأ بالبلاك، فلازم أخذ تفاصيل أكثر عشان بس ما أجاوبك على شيء يكون خطأ. يعني سميرة، لازم تمشين بالنسبة لتنحيف البطن، أول شيء ما تكلين متأخر، يكون عشاكي خفيف، يعني مجرد زبادي مجرد سلطة شيء خفيف، زبادي حتى خالي الدسم، تمشين تلعبين على الدراجة الثابتة، هذا ينحف لك أسفل البطن والأرداف والأفخاذ، تسوين تمارين بطن وانت في البيت، هذه من الأشياء اللي تخلصك من البطن. أحمد الرفاعي، خليط العسل والقرفة مع الموية المغلية نحف ولا لا؟ لا ما ينحف، ما في شيء ينحف وانت ما تلعب رياضة، ما ولا واحدة بوري. لا
ان شاء الله يا نايف اذا في فرصه ان شاء الله اقدر اكلمك يعني. بس انا قلت لك الحلبه برضو نفس الحكايه الحلبه. اسمع كلامي. يعطيك العافيه يا عبد المجيد. شكرا. بعدين والله مو كامله رسالتك يا عبد المجيد. وصفه القضاء على ايش؟ اوكي على الشيب الشعر الابيض. تنفع لكبار السن اذا كان ممكن يكون عندك مرض، ممكن يكون عندك مرض نفسي، ممكن عندك خوف، هذا ما تنفع معاها يعني. لكن جرب لكن هي تنفع لكبار السن اكثر اللي طلع. لكن تجرب ما راح تخسر شيء يعني. اذا ما ضرتك ما اذا ما نفعتك ما راح تضرك، لان اشياء طبيعيه. تجيب نص كاس من اوراق الريحان الخضراء والجافه، تحط معاها، تحط بوسط البراد، تصب نص او تصب كاسين من المويه وملعقه من اكليل الجبل. اذا نص كاس من اوراق الريحان الخضراء والمجففه والبراد، تحط معها كاسين من المويه وملعقه من اكليل الجبل، تخليه يغلي لمده 10 دقائق. تكون مجهز البخاخ الاسبري هذا، اذا بردت الخلطه هذه تصبها في البخاخ، تغسل شعرك عادي وانت تتروش، تغسل شعرك، تجففه بالفوطه فقط وهو رطب. بعد ما جفف بالفوطه ترش على الاماكن اللي فيها الشيب، ترش على الاماكن بالبخاخ اللي فيها الشيب، تخليها تنشب بالحالها، ما تلمسها، تخليها تنشب لحالها. مع الاستمرار راح يرجع شعرك لونه الاصلي طبيعي. ما لا نشف عادي، ما راح تطلع لا ريحه ولا شيء، ولا تحتاج انك تغسله مره ثانيه. طيب STC 84 7700 STC 84 7700 موبايل 640 660 موبايل 640 660 زين 7462 62. الموية، شوف يا عبد المجيد، إذا أنت تقول بسبب الموية فأنت استخدم يعني اشطف جسمك بالموية العادية هذه اللي تتروش فيها، وشعرك بموية الصحة، اغسل شعرك بموية الصحة وراح تشوف إذا بسبب الموية راح يروح السبب هذا. فاصل. يا هلا والله ومرحبا، رجعكم مرة ثانية، مكملين الجزء الأخير من الساعة الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. تكتب اسمك في البداية واسم الوصفة اللي تبيها على STC 84 7700 موبايل 640 660 زين 7462 62. شوفي يا ليان، أثار الجروح وأثار الحروق والأشياء هذه، في ورق اسمه ورق اليقطين، في ورق اسمه ورق اليقطين، هذا تحطينه على مكان الحرق أو التشوهات أو الأشياء هذه مباشرة مع الاستمرار يوميا. طبعا مع الاستمرار إن شاء الله راح تجيب نتيجة. اسمه يقطين. عندك الحلبة يا أمل، الحلبة وطبعا خلطيها يعني تكون سائلة وحطيها على المكان هذا وإن شاء الله راح تشوفين النتيجة. أو خلطي الحلبة مع الخميرة، خميرة البيرة، خلطيها وإن شاء الله تشوفين النتيجة. روح ابو فيصل، هذا اللي يبي مقوي ومنشط للجسم، منشط جسمي ضعيف، جسمي ضعيف. طيب لازم تاكل يعني، اذا جسمك ضعيف وزي كذا لازم تاكل يا اخوي. لازم تاكل اشياء تفيدك يعني، فواكه، خضروات، اشياء ما يكون فيها دهون وزي كذا، بحيث انك تقوي جسمك يعني، فيتامينات، هذه الاشياء اللي تقويك يعني، تقوي جسمك يعني. عموما ممكن تاخذ يعني برضو 100 جرام من املج،
أيضا 100 جرام من حب العزيز و100 جرام من الأقحوان، 100 جرام من أملج، 100 جرام من حب العزيز، 100 جرام من الأقحوان، تخلطهم كلهم مع بعض، طبعا يكون كلها مطحونة، تخلطها مع بعض، تأخذ ملعقة واحدة يوميا، هذا يعتبر برضو منشط قوي جدا. فريد الشمر، إذا كان السواد اللي عندك بس مجرد من الأرق، مش تعب أو فقر دم أو 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 أو، هذه تجيب شرائح البطاطس نية طبعا، تكون مقشرها وتغمض عيونك وتحطها على عيونك لمدة 20 دقيقة، تكرر العملية هذه يوميا لغاية ما يشيلك السواد. وعد بالنسبة لسد الشهية، عندك في البداية لو تشربين قهوة، قهوة تركية ذي الصباح أو ما تصحين، هذه تسد النفس ترى، تخليك مالك خلق تاكلين. أيضا في حبوب اسمها حبوب النخالة موجودة في الصيدلية، هذه برضو تملى البطن، من الأشياء اللي تسد الشهية. عبد الكريم 21 خلاص عمرك. بالنسبة لأماكن السوداء يا جروح، عندك زيت الورد، ادعك فيه يوميا زيت الورد. أبو عبد الله، بالنسبة للضغط المرتفع اشرب الكركديه، الكركديه يكون بارد، الكركديه يكون بارد، هذا ينزل لك الضغط. محمد جاوبنا تو السواد اللي تحت العين. حاول تاكل يا عبد السلام، حاول تاكل بقدونس، تاكل بقدونس، ورق البقدونس تمضغه، هذا يحسن لك رائحة الفم، الورق البقدونس أو الهيل، هذا يحسن لك رائحة الفم يعني. يا أمجد، بالنسبة للبلغم أول شيء لازم توقف التدخين لأنه صعبة تتعالج يعني، لكن عموما في حشيشة اسمها حشيشة السعال، هذه تأخذ ملعقة من حشيشة السعال تحطها على كاس موية مغلية وتخليها 10 دقائق بعدين تشربها، هذه جدا رائعة يعني، تشيل لك البلغم، بس تشربها مرتين يوميا يعني. والله يا سلطان لازم تروح دكتور يعني، بأنك تقول ماني متزوج كيف بعرف اني عقيمة وزي كذا، لازم تروح الدكتور يسوي لك كشف وفحص يعني. لازم تشيك يا مازن ايش سبب تساقط شعرك بغزارة، ممكن يكون وراثي، ممكن يكون وراثي، واكثر الشباب طبعا يكون وراثي يعني، ممكن يكون وراثي ابوك عمك خالك، إذا كان وراثي لازم تلحق نفسك بالأشياء اللي قلتها يعني. بواسير قلنا يا خالد، البواسير زيت اللافندر، تأخذ طبقة من إصبعك وتدهن على المكان المصاب بدون ضغط أو احتكاك، تكرر العملية هذه يوميا. محمد شيك، علي محمد شيك على نفسك، ممكن يكون عندك فقر دم، ممكن يكون عندك مرض، ممكن يكون عندك شيء، فشيك على نفسك يعني عشان تعرف ايش سبب النحافة والحموضة او ضعف الشهية، مو اكيد تعاني من المرض يعني، فسوي تحليل وشوف. ماجد، بالنسبة لتنحيف الأرداف والمؤخرة، العب بالدراجة، العب بالدراجة يوميا نصف ساعة، العب بالدراجة يوميا نصف ساعة، لا تأكل أكلات فيها دهون، لا تأكل شوكولاتة، لا تأكل أشياء فيها سكريات، والعب الدراجة وإن شاء الله راح تتخلص منها.
شوف يا جهاد، لا تخليه يحلق عكس، لا تخليه يحلق عكس، هو يحلق لك الذقن، لا تخليه يحلق عكس. حاول يعني يمسح أول شيء في الديتول، بالديتول، بعد ما يمسح بالديتول يحط البلسم الخاص بالحلاقة، وبعد ما يحط البلسم الخاص بالحلاقة يحلق. بعد كذا لو غسلته كل شيء تدهم بالفازلين الخاص أو بالجلسرين، بالفازلين الخاص أو بالجلسرين، هذا يمنع تدريجيا ظهور الحبوب ويمنع أيضا وجود شعر داخل الجلد. جاوبناها الدوالي، تجيبون حشيشة السعال، طبعا إذا كانت خضراء تربط على طول على المكان المصاب بالدوالي، وإذا كانت مجففة تبللونها وتربطونها على المكان المصاب بالدوالي. عايشة الكرش، لازم تلعبين رياضة، تلعبين تمارين بطن، تبعدين أكريات الأكلات الدسمة وتروح بسهولة الكرشة إذا اتبعت الأشياء اللي أنا أقول لك عليها. والله شوف، وزنك يكون 65 يا حسن، وزنك يكون 65، يعني تقريبا عندك تقريبا 27 كيلو زيادة، يعني هذا وزنك الطبيعي. يعني عموما وصلنا لنهاية الساعة الأولى، وكانت الساعة الخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. أشكر كل من تواصل معنا في الساعة دي، والساعة الثانية طبعا راح نطرح موضوع. اللي حاب يتواصل معي على حسابي الخاص وليد الخضير بالعربي أو وليد الخضير بالإنجليزي على تويتر. راح نطلع الفاصل الغنائي وبعدها نرجع موجز الأخبار، وبعدها نطرح موضوعنا في الساعة الثانية. خليكم معنا، لا تروحون بعيد.